السلام عليكم أحبتنا المشاهدين، نعيش وياكم أجواء المؤتمر العلمي الدولي الثامن لزيارة الأربعين المباركة، وأكيد مثل ما شاهدتوا وأكيد تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر دائما كل عام تقيم العتبة الحسينية المقدسة، وفيه كثير من الباحثين والمستشرقين وكثير من الشخصيات العلمية والأدبية والأكاديمية من داخل العراق وخارج العراق. هذا المؤتمر يشمل الكثير من التفاصيل عن الإمام الحسين عليه السلام، ومن يعشق الحسين عليه السلام ليس فقط إن كان مسلما أو شيعيا، بل كل الأديان وكل الأفكار تأتي لهذا المؤتمر وتشارك في زيارة الأربعين، وأيضا تشارك في هذا المؤتمر لتقديم البحوث وكيف يكون الإمام الحسين عليه السلام قائدا لكل إنسان حر وكل عقل صافي، ولكل شخص يبحث عن المصداقية والحق والعدالة في المجتمع. إذن كانت هذه الأجواء بشكل عام، وأكيد الكثير من الدراسات والبحوث سيتم عرضها والعمل بها خلال الأيام القادمة إن شاء الله. وأكيد رياض هذا المؤتمر مهم حتى الناس تعرف أنه إحنا مو بس عملنا في جانب محدد، ممكن إحنا في الطبخ والأكل والمشرب و الخدمة للمواكب بشكل عام والقصائد واللطميات، ولكن أيضا لدينا جانب آخر وهو الجانب العلمي والأكاديمي والبحوث. أكيد طبعا تحية لك حبيبي أحمد، وتحية لمشاهدينا الأحبة. أكيد طبعا المؤتمرات، أكيد بشكل عام المؤتمرات بشكل عام، كذلك الورش والندوات، ممكن الحلقات النقاشية، ممكن كل هذه الأشياء اللي ممكن أنه نشتغل عليها، هي تأسس إلى قضية مهمة جدا، وهو أنه نصدر الفكر الحسيني ممكن لكل العالم، خصوصا أنه إحنا اليوم عندنا قدوات وعندنا أسوات حقيقة نفتخر أنه موجودة عندنا. لذلك إحنا ممكن أنه من خلال هاي الأسوات اللي موجودة، من خلال هالقدوات تكون جسر عابر لحقيقة كل دول العالم. يعني الإمام الحسين عليه السلام هي قضيته مو قضية محلية أبدا، إنما هي قضية زميلي أحمد، قضية عالمية حقيقة. صحيح. لذلك نشوف اليوم الناس من مختلف البلدان، الباحثين من مختلف البلدان يجون حتى يشاركون في مؤتمر الأربعين، وهذه المؤتمرات أكيد تعزز من قيم الإمام الحسين عليه السلام. أكيد، وإحنا دائما نأكد على هذا الجانب، نحن نعمل في كل الجوانب، والعتبة الحسينية المقدسة تعمل الجانب الخدمي والطبي والتربية والتعليم والجامعات والمدارس وأيضا البحوث، وحتى يكون رسالة للعالم أجمع عن هذه الشخصية العظيمة الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام بشكل عام. إذن أحبتنا المشاهدين، كان هذا ربط مع المهرجان مثل ما تحدثنا. الآن إن شاء الله نبدأ باستهلال فقراتنا لبرنامج صباح كربلاء، وأكيد إن شاء الله نبدأ مع فقرة حديثنا اليوم. سنتحدث إن شاء الله في هذه الفقرة عن دور الأم في نمو الشخصية وخاصة شخصية الأولاد، وفقرتنا الثانية الشعائر الحسينية في الأربعين، طبعا من الموصل وراح يكون معنا يونس الأخ. فقرة إنجازات، سنتحدث عن المؤتمر العلمي الخامس المنعقد إن شاء الله تحت الشعار الإسلام حياة، وإن شاء الله سيكون معنا على الهواء مباشرة دكتور طلال الكمالي. وعدنا فقرتنا الأخيرة طبعا، ما هي الدروس والعبر التي ممكن أن نستخلصها من زيارة الأربعين. إن شاء الله هاي مجمل فقراتنا بشكل عام، وليس فقط هذه الفقرات، هناك إن شاء الله فقرات أخرى وتفاصيل أخرى من خلال حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله نستمر وياكم ونكون معكم في هذه الأجواء الحسينية، وإن شاء الله نبقى مع الحسين دائما ومع أهل البيت عليهم السلام، نتعلم أكثر مع هذه المدرسة العظيمة. تحية طيبة مرة أخرى مشاهدينا الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون دائما إحنا وياكم في ركب سيد الشهداء عليه السلام. طبعا ابتداء عندما نريد ننتقل من بلد إلى بلد آخر، أو ممكن من محافظة إلى محافظة ثانية، وإحنا ما عندنا ذيك الدراية الكاملة بالطرق، نحتاج إلى خريطة ممكن نقدر من خلالها أنه نصل إلى أهدافنا. كذلك الإنسان يحتاج إلى أنه يبرمج ذاته، يحتاج إلى أنه يسيطر على انفعالاته، لأنه ازدهار الإنسان وتطور الإنسان يحتاج أنه يعمل على ذاته بطبيعة الحال. هذا الجانب طبعا يهتم به المؤسسات الإنسانية. اليوم
المؤسسة الإنسانية حقيقة يقع على عاتقها كثير من الأدوار المهمة اللي من خلالها يزدهر الإنسان، وازدهار الإنسان يبدأ من برمجة ذاته وبرمجة عقله بشكل عام. طبعا اليوم يسرنا حقيقة ويسعدنا أن يكون محدثنا في الاستوديو جناب الدكتور طارق فاقد الكمالي عميد كلية العلوم الإسلامية، لنتحدث بشكل أكبر في هذه الفقرة، فقرة إنجازات. وأكيد جناب الدكتور من القامات العلمية اللي عنده كثير من الكتابات والتأليف وإلى باع كبير، فإحنا سعداء بوجودك معنا جناب الدكتور. أهلا وسهلا بك دكتور. الله يسلمك، الله يبارك بكم جميعا. يعني إذا تتحدث عن هذه الجزئية، في الواقع أنه الإنسان بحاجة إلى برمجة، وهذه البرمجة تقتضي أن يكون الإنسان عنده منظومة معرفية، والمنظومة المعرفية مبنية على أساس قاعدة عقلية، ومن خلالها بإمكان أنه يبرمج نفسه للانطلاق إلى تطبيق ما استخلص الإنسان من منظومة معرفية وخلاصة عقلية إلى واقع وسلوك. لا شك يعني أنه ما تفضلت به جناب الأستاذ أنه الإنسان بحاجة إلى خارطة الطريق للمسير نحو الأهداف ونحو المبتغى ومراد الإنسان، وإلا الإنسان إذا كان خالي من الأهداف، يعني خالي من المسؤولية وخالي من كل هوية حقيقية ينتمي إليها الإنسان. ولذلك عفواً اليوم نتحدث عن المؤتمر العلمي الخامس تحت شعار الإسلام حياة، نريد نعرف أكثر ما هو أو ما هي الأهداف بشكل عام لهذا المؤتمر. نعم أستاذنا، يعني تقريباً نقول نبدأ من حيث انتهينا. نعم الإسلام حياة، لأنه الإسلام حاول أنه يضع منظومة معرفية وفطرية للإنسان بإمكانه أنه ينظم حياته، ولذا كان يعني كان أنه العنوان العام للمؤتمر هو الإسلام حياة، لأنه نظم حياة الإنسان، نظم حياة المجتمعات، الشعوب، العلاقات ومن بما فيهم. كان مؤتمرنا احنا الخامس طبيعي بداية تناول او تبنى المشاريع التي ذات الصلة في الأزمات المعاصرة، ولذا مثلا في العام الماضي كانت على المنظومة القيمية، هناك أزمة حقيقية في المنظومة القيمية للإنسان. هذه السنة في الواقع أكدنا أن يكون شعار المؤتمر حقوق الإنسان والتحديات المعاصرة، لأن وجدنا هناك خلل حقيقي في العلاقات الإنسانية نفسها، في مسخ الهوية الإنسانية، في العلاقات الدولية، في الأنظمة الدولية، ولذا كان أنه لمسنا الإزدواجية واضحة في عملية التعامل مع المنظومة، مع المنظومة حقوق الإنسان، بل مع الإنسان نفسه. يعني هناك ازدواجية واضحة، أهلنا وأخوتنا في بالضبط في قد يكون أنه هذا الواقع وليد، هي يعني بداية الفكرة اجت من خلال أنه الأحداث اللي الآن تسير في العالم. صحيح. أين ما تذهب، أين ما تلتفت، هناك ازدواجية حقيقية. صح. في التعامل مع الإنسان، مع حقه، مع العلم أنه هذه الأمور قضية فطرية وعقلية، ما يحتاج إلى أنه تسنن لها القوانين والتشريعات. فكيف هناك أنظمة وقوانين وتشريعات دولية ومحلية وأنظمة إن كانت سماوية وحتى أرضية منها، إلا أن الواقع هناك الازدواجية واضحة، ما اقتضن أنه هناك تحديات معاصرة، هذه التحديات المعاصرة لابد أنه تحل، يكون عملية مصالحة بين الإنسان وبين من يدعي في الحفاظ عليه من على حقوقه. لطيف. إذن جناب الدكتور، يعني الآن تتحدث عن قضية كبيرة تتعلق ببناء الإنسان. نعم. بوضع خارطة للإنسان، وهذا المؤتمر وصل إلى نسخته الخامسة. نعم. وناقش كثير من القضايا ممكن الاجتماعية. طيب أريد نشوف أثر هذا المؤتمر من حيث مثلا عدد المشاركين، الجهات التي ممكن أن تشترك، يعني صدى هذا المؤتمر، جودة هذا المؤتمر بشكل عام. بلي، جزاك الله خير. طبعا احنا حطينا لأهمية الموضوع ووسعة الموضوع ومفرداته، كان هناك
عدة محاور يتعلق بالجانب القانوني والتشريعي، هناك في الجانب الفلسفي والفكر الإسلامي، محور آخر في العلاقات الاجتماعية والقضايا النفسية، وفضلا عن من عن القضايا الاقتصادية، لأنه هذا محور مهم يمس حياة الإنسان في كل مجالات حياته. هذه المحاور اللي كتبوا بي الباحثين، الحمد لله والشكر كان لهذا المؤتمر، هو من ولادته من نعومة أظفر هذا المؤتمر لأنه قد اقترن في الإسلام، كان له صدى وحضور واضح عند الباحثين وعند الجامعات. الجامعات في السنة الماضية مثلا على سبيل المثال كانت هناك مثلا مع دول جامعات دولية، الآن لا، كانت الجهات الساند لهذا المؤتمر مجموعة من الجهات ذات الصلة بهذا الموضوع، ما أريد نتحدث عن هذا إذا أخاف ما يسيء عن الوقت. في الواقع الآن كان هناك تفاعل واضح من الباحثين، قرابة 131 بحث وصل إلى رفض من عدها وتم الاعتذار من 40 وبقي 91. طبعا هناك جوائز ثمينة المن للبحوث اللي تفوز في الأولى، العشرة الأولى. طبعا الجهات اللي اشتركت جامعات العراق تكاد تكون قاطبة، جامعات العراق اشتركت بما فيها حتى في الإقليم في الشمال، الدول حدود 13 دولة، شمال أفريقيا يعني المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، هذين كلهم شاركت. كذلك مشاركة عندنا واضحة من فلسطين، من سوريا، لبنان، الأردن، لا ما عندنا كانت هناك نشاط، إيران كذلك عندنا. فنشوف أنه تفاعل واضح، لأنه قضية هي قضية إنسانية، قضية فعلا معاصرة تمس مصلحة الإنسان وحقوق الإنسان، ولذا شوف التفاعل واضح. والباحثين كانت لهم نتاج وبصمات جميلة جدا، علمية ومعرفية تمس قضية حقوق الإنسان وتحديات المعاصرة. طيب، بكل هذه الأهداف وبكل هذه الرسالة السامية أكيد بتقدموها من خلال الإسلام، شنو الخطط المستقبلية؟ يعني أنت تدري بأحسب صلاحة بني، كيف سيكون تأثيرها على ما يحدث في الساحة أو في الوطن العربي بشكل عام؟ أستاذي الفاضل، أنت تعلم يعني عادة المؤتمرات هي تسعى إلى أنه رسم خارطة وعرضها لمن للجهات المسؤولة، وإلا هي ما عندها سلطة تنفيذية. نعم، هناك نخبة من العقول، من المفكرين، من الباحثين كان مخاضهم وعصارة نتاجهم هذا الذي نقدمه بين اليد، ألا وهو مثلا التوصيات اللي دائما عادة المؤتمرات، هذا اللي احنا عصارة ما رحنا نقدم لكم إياه. هناك أزمة حقيقية بين الازدواجية بين ما نعلم وبين ما نطبق، وهو هذا حتى في المحكمة الدولية، في مجلس الأمن، في القوانين الدولية، كلها هذه موجودة. صح. يعني عملية الازدواجية والتعامل بنفس الكفة، تشوف أنه هذا واضح المعالم، يدعون شيء ويفعلون شيء آخر. وهذا أستاذ الفاضل ولهون الأخوة المستمعين والمشاهدين، نجد أنه هناك أزمة حقيقية، أنه عملية أن تسنين القوانين والتشريعات الدولية قد تكون لها حق الفيتو لبعض الدول، على حين أنه لبعض الدول الأخرى يسموها النامية أو الضعيفة لها تسمية أخرى. ولو أدري أنه أستاذ رياض يريد يعلق، لكن أريد أشير إلى نقطة مهمة، أنه الإنسان الآن تغيب هويته، يغيب حقه، يغيب حق عقله، حقوقه، فضلا عن من عما يستحق كإنسان. وإلا أن نحن في أزمة حقيقية يجب أن تسلط الأضواء عليها. أحسنت كثيرا جناب الدكتور. طبعا لكل شيء رسالة في هذه الحياة، كذلك نسأل عن رسالة المؤتمر، كيف ممكن أنه نصدر رسالة هذا المؤتمر؟ يعني رسالة المؤتمر واضحة في عملية أنه ضروري أن توضع مصالحة حقيقية بين ما هو مشرع وبين ما هو واقع، عملية تجذير وتأصيل وتعميق حق الإنسان لأنه قضية فطرية وعقلية. لطيف. على المنظمات المجتمع المدني أن تكون لها حضور واضح في الضغوط عليها من على القوانين والتشريعات الدولية، بل حتى المحلية والإقليمية والدولية. علاوة على ذلك نجد أنه أن ينظر بعين الإنصاف وبعين العقل والفطرة، أنه هناك ضرورة
لعملية إنصاف الإنسان فضلا عن حقوقه. أحسنتم الدكتور طلال الكمالي عميد كلية العلوم الإسلامية في جامعة وارث الأنبياء، شكرا لك ولحضورك وإن شاء الله الموفقية. شكرا جزيلا جنابي نشاطاتكم ومهرجاناتكم. الله يحفظكم حياكم والله. شكرا جزيلا جنابي. إذن مشاهدينا الأحبة، حقيقة كل هذه النشاطات والجهود هي تصب في صالح الإنسان بكل تأكيد. إذن راح نروح وياكم إلى موجز الأخبار مع عباس الأنصاري. السلام عليكم، موجز الأخبار. وفود مؤتمر زيارة الأربعين تشيد بالصور التي شاهدوها خلال مسير الزائرين صوب كربلاء المقدسة للمشاركة بإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. قال رئيس المجلس الإسلامي الجعفري الأعلى في سوريا السيد محمد علي المسكي إن الجميع مذهول من حجم الزائرين الذي يقصد كربلاء من مختلف دول العالم في زيارة الأربعين، فضلا عن الخدمات الكبيرة التي تقدم في هذه الزيارة من المواكب الحسينية والعتبات المقدسة. نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الدكتور علاء ضياء الدين يستقبل المستبصرة الإعلامية كارون مارون من بريطانيا للتعرف على أسباب قرارها باعتناق الدين الإسلامي. وأكد ضياء الدين خلال اللقاء على أهمية دور المستبصرين في نشر مبادئ الحق والعدالة التي يدعو إليها مذهب أهل البيت عليهم السلام، مشيرا إلى ضرورة تواصلهم مع المؤسسات الدينية لتلقي الدعم والإرشاد بشكل مستمر. هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تعلن عن استقبال مستشفياتها ومفارزها الطبية المنتشرة داخل الحرم الحسيني الشريف وخارجه أكثر من 100,000 زائر وإجراء اللازم معهم خلال زيارة الأربعين، مبينة إن الخدمات التي قدمتها الهيئة شملت الإسعافات الأولية الفورية في المفارز فضلا عن إجراء الفحوصات الإشعاعية والمختبرية وغيرها في مستشفى السفير. العتبة الحسينية المقدسة تنظم في مدينة كربلاء دورة خاصة بلغة برايل لإعداد كوادر تدريسية ثانوية تعد الأولى من نوعها في العراق. مشرفون بيّنوا أهمية الدورة كونها ستسهل إيصال المواد التعليمية للمكفوفين بلغة يكملون من خلالها مشوارهم الدراسي. الموالون في سوريا انطلقوا من مرقد السيدة رقية إلى مرقد السيدة زينب عليهم السلام بمسيرة راجلة حاشدة إحياء لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. المسيرة شهدت مشاركة واسعة من قبل الرجال والنساء والأطفال وسط تضافر الجهود أو جهود أصحاب المواكب الحسينية الذين انتشروا على طول طريق المسيرة. مشاهدينا، كان هذا موجز الأخبار، في أمان الله. شكرا زميلنا عباس الأنصاري وكل أخوتنا أحبتنا في قسم الأخبار. إذن أحبتنا المشاهدين، مستمر ياكم صباح كربلاء، ووصلنا ياكم إلى فقرة خبر ذاكرة الأيام. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن ذاكرة أليمة. أكيد اليوم 23 من شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة توفيت السيدة العظيمة فاطمة بنت أسد عليها السلام، زوجة أبي طالب ووالدة الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. وهي امرأة جليلة القدر عظيمة الشأن، كانت على دين الحنيفية قبل مجيء الإسلام. عرف عنها أن أبا طالب لما أتاها بالنبي صلى الله عليه وآله بعد وفاة عبد المطلب وقال لها: اعلمي أن هذا ابن أخي وهو أعز عندي من نفسي ومالي، وإياك أن يتعرض عليه أحد فيما يريد. فتبسمت من قوله وقالت له: توصيني في ولدي محمد وأنه أحب إلي من نفسي وأولادي. ففرح أبو طالب بذلك، وبعدها اعتنت فاطمة بالنبي صلى الله عليه وآله عناية فائقة، وأولته رعايتها وحبها، وكانت تؤثره على أولادها في المطعم والملبس، وكانت تغسله وتدهن شعره وترجله، وكان النبي صلى الله عليه وآله يحبها ولا يناديها إلا بأمه.
أما منزلتها ففاطمة بنت أسد من جملة أولياء الله المقربين الذين شفعهم في قوله عز قائل بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، صدق الله العلي العظيم. وقد نالت هذه السيدة الجليلة هذا المقام الرفيع في الدنيا وعدت في الآخرة في عداد الشفعاء الذين يشفعون فيشفع لهم الله سبحانه وتعالى. ولم تنل بنت أسد مقام الشفاعة السامة إلا في ظل متابعة النبي صلى الله عليه وآله والتنزه عن عبادة الأصنام والثبات في توحيد الله عز وجل. وقد برهنت هذه المرأة أن المخلوق الضعيف يمكنه أن يرقى في الكمالات. أدام إحنا نقول إحنا ما معصومين، إحنا ما نقدر نوصل للأنبياء، ما نقدر نوصل لأمة. أكو هواي عندنا أمثلة، واليوم فاطمة بنت أسد عليه السلام أم الإمام عليه السلام مثال قوي على هذا الموضوع. وأن يصون نفسه أمام سيد الحوادث والبلايا متمسكا بعبادة الواحد الأحد لا شريك له. ومن الذين آمنهم الله تعالى من نار جهنم فاطمة بن أسد، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله إني حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك وأهل بيت آوك. فعبد الله بن عبد المطلب الصلب الذي أخرجه والبطن الذي حمله آمنة بنت وهب والحجر الذي كفله فاطمة بنت أسد، وأما أهل البيت الذين آووه فأبو طالب. ولقد رعت فاطمة بنت أسد رسول الله صلى الله عليه وآله في صغره وربته وحنت عليه حنو الأم الشفيق على ولدها، فجزاها الله تعالى عن حسن صنيعها في نبيه الكريم بأن حرم عليها النار. توفي سلام الله عليها في المدينة وقد تولى رسول الله صلى الله عليه وآله جهازها بنفسه. أكيد نتعلم دائما في هذه الفقرة أنه أنت شخص قد ما تكون بسيط ولكن أعمل لله سبحانه وتعالى، وأكيد إحنا كنا لازم نقدم هذا العمل ونكون على مسيرة أهل البيت عليهم السلام ومن كان يعشقون ويحبون ويتواصلون مع الله سبحانه وتعالى من خلال أهل البيت عليهم السلام. مثل ما قلنا مثال اليوم فاطمة بنت أسد عليه السلام أم الإمام علي عليه السلام كيف كانت ترعى الرسول صلى الله عليه وآله وحصلت على هذه المنزلة الكبيرة. تحية طيبة مرة أخرى مشاهدينا الأحبة، وما زلنا في فقراتنا المتنوعة اللي مرات تكون حزينة مرات تكون بها فعاليات، وهذا دائما اللي احنا حقيقة نريد نوصله لكم ونتمنى انه يوصل لكل بيت عراقي وممكن انه يستفيد من عنده. طبعا الآن احنا في خبر الصباح، وخبر الصباح يقول ممثل المرجعية الدينية يستقبل علماء عرب وأجانب في المؤتمر العلمي الدولي لزيارة الأربعين. طبعا إذا أردنا أنه نتحدث أو شوية نلقي الأضواء على مثل هكذا أمور حقيقة لابد أنه نستوقف قليلا. يعني يا حبذا لو تشاركني حبيبي أستاذ أحمد أنه اليوم هذه المؤتمرات اليوم يعني ممثل المرجعية يعني عندما يستقبل علماء عندما يصير هنالك تفاعل في القضايا الأربعين وقضايا الإمام الحسين عليه السلام تصير القضية عابرة. يعني دائما وأبدا حقيقة نحاول أنه الإمام الحسين عليه السلام يكون عابر. لذلك اليوم نشوف ممثل المرجعية الدينية يستقبل علماء عرب وكذلك أجانب في سبيل أنه ترسى قضايا الإمام الحسين عليه السلام، خصوصا ونحن كنا نعيش في أيام الأربعين، هذه الأيام اللي شفنا من خلالها كثير من القصص اللي خلينا نسميها إعجازية أو خلينا نسميها خالدة. عندما شفنا أنه هذا التعاون وهذا الإيثار وهذه المحبة وهذه كل هذه المفاهيم والعنوانات الحلوة والجميلة اللي شفناها تجمع الناس اليوم، تجمع مو فقط المسلمين، لا شفنا حتى من الجنسيات المختلفة صراحة اليوم شفناها موجودين، شفنا كمية التفاعل الموجود، شفنا الإمام الحسين عليه السلام عند موالي وعند محبي أكو فد صفة هواي جميلة وهي مسألة الحب. وهذه الكلمة هذه كلمة الحب كلمة حقيقة تريح النفس ويطيب لها القلب مثل ما يقولون. فمن نشوف أنه هذا الشخص الكبير لعله في البيت
ممكن ما يقدر يتحرك، لكن عندما تصير زيارة الأربعين نشوفه عنده قابلية، عنده طاقة، هذا شنو اللي يحركه؟ يحركه الحب تجاه سيد الشهداء عليه السلام. لذلك هذه المفردة وظفها الإمام الحسين عليه السلام، يعني هذه المفردة حاول الإمام الحسين عليه السلام أن يضحي بكل شيء من أجل أن تصل إلى محبيه، واليوم نعيش كل إحنا يا أحمد صحيح. في حب الحسين عليه السلام. وهذا دليل على أنه العتبة الحسين المقدسة، كل العتبات، كل رجال الدين دائما مفتوحة أبوابنا للجميع. حتى الناس لا تقول والله أنتوا يعني عنصريين، أو أنتوا بس تهتمون بجانبكم الديني أو مقدساتكم، أو تهتمون بس بأفكاركم. بالعكس، إحنا كل أبوابنا مفتوحة. قبل الحلقة إحنا كنا بث مباشر عن مؤتمر علمي، وكل الحاضرين من العراق والعرب والأجانب. أيضا تحدثنا مع الدكتور طارق كمالي، مؤتمر إن شاء الله سيكون بشكل عام على مستوى إنساني ومستوى حقوق الإنسان. أكيد. الآن أكيد. نرى يعني سماحة الشيخ أنه يلتقي ب كثير من الشخصيات، أجانب وباحثين وعلماء، أكو نشاط عالمي بهذا المجال. مثل ما نقول إحنا دائما يقسم الشخص ممكن إلى مأكل ومشرب ومنام ورياضة وحركة، إحنا في زيارة الأربعين أيضا نقسم إلى عدة اتجاهات وعدة أمور للتغذية. أكو مثل ما نقول تغذية عقلية وتغذية أدبية وتغذية أكاديمية وبحوث ودراسات. شوف سنة عن سنة تزيد الجاليات أو تزيد الجنسيات، تزيد عدد الباحثين، يريدون يشوفون شنو هذا السر الإلهي، وإن كان ما يعرفون أكو بعضهم حتى. أحمد يعني أنت حكيت حكاية هواي حلوة، قلت أكو زاد، مثل ما اليوم الإنسان يحتاج غذاء ويحتاج زاد حتى يتقوى به حتى يعيش بحياته، فكرة وذاته هماتين تحتاج إلى زاد. صح. والإمام الحسين عليه السلام هو أفضل مصدر ممكن للزاد إحنا نستخدمه في حياتنا، نأسس به لحياة مزدهرة. ولذلك هم يجون، يعني تعليقنا على موضوعنا أنه لذلك يجون من غير المسلمين أصلا، ما مرتبطين بديانة، بكل هالموجودين هذولا يجون يشوفون شنو هذا الرجل العظيم، شنو تواصله، شنو أهدافه، شنو كانت الثورة. هذا دليل آخر، حتى آخر كلمة، أنه لازم تستمر هذه الشعائر، لازم نستمر ولازم نحفظها ولازم نقدرها ونقيمها، ومن نمشي على بعض الإشاعات وبعض الأمور اللي تحاول تقلل من قيمة هذه الشعائر، ونحفظها إحنا حتى من توصل للناس توصل بصورة، يعني فضل الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم السلام، هي ناصعة، هي أكيد. بيضاء، هي واضحة. ولكن بعض التصرفات قد تكون سلبية، فالواحد يعم على الكل. قدر إن كان إحنا نلتزم، وأكيد العراقيين هم أهل الكرم والفخر والأخلاق والتربية والتعليم وكل شيء، وهذا ما يقدموه، حتى تبقى هذه الزيارة وهذه المسيرة صدى كبير بالعالم. مثل ما تشوف سنة عن سنة يجون أكثر وأكثر باحثين. أكيد يا أحمد، ويعني بدون شك أنه إحنا شفنا خلال هذه الزيارة أكو مجتمع مثالي حقيقة، يعني ما نغالي أبداً، ما ممكن أن نزايد أبداً إذا قلنا أنه هذه الصور اللي شفناها في زيارة الأربعين هي امتداد للمجتمع المثالي، ولابد أنه هذا يستمر حتى في حياتنا الاجتماعية بشكل عام. مشاهدينا الأحبة، راح نروح إلى فاصل قصير. إذن أحبتنا المشاهدين، مسلم وياكم وصباح كربلاء، ودائما نتعلم أكثر وأكثر من أهل البيت عليهم السلام، نتعلم لكي نبني المجتمع بطريقة صحيحة، وكيف تبنى المجتمعات من الأسرة، وكيف تبنى الأسرة من الأم، وهو هذا حديثنا لهذا اليوم، دور الأم في نمو شخصية الأطفال. وأكيد يشرفنا في الاستوديو الشيخ والأستاذ علي السعيد الباحث الإسلامي من مركز القمرة التابع للعتبة العباسية المقدسة. أهلا وسهلا بك وأعظم الله لك الأجر. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله، صباحكم الله. حياكم الله أستاذ رياض. طيب، رحب بك مرة ثانية، وإحنا اليوم سعداء بوجودك حقيقة. وعندما نتحدث عن الأم ودور الأم، فإحنا أمام شيء كبير حقيقة جناب الأستاذ. يعني ابتداء خلي نتحدث عن الأم بشكل عام، بعد ذلك ممكن أنه ندخل في صلب موضوعنا أو فقرة. أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية شكرا جزيلا لجنابكم، أعظم الله أجورنا وأجوركم ومتابعيكم برزايا ومصائب أهل البيت سلام الله عليهم، لا سيما صاحب المصيبة الراتبة مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام. عليه السلام. في الحقيقة الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان وهو القائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وأيضا قسم الفئات، منها جانب عنصر المرأة وعنصر الرجل، وأعطى لكل واحد منهم دوره في هذه الدنيا في هذه الحياة، وأسبغ نعمه ظاهرة وباطنة عليهما. والحديث إن كان عن عنصر المرأة فهذا العنصر له دور مهم وحيوي، ولربما هي حجر الزاوية الذي يستند عليه قوام المجتمع بأسره. وحتى أهل الشعر أهل الأدب يقولون الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي، إن صلحت صلح المجتمع بأسره. مو هذا الولد اللي إجا لوالده صورة العالم خارطة العالم يقول له اشرح لي خارطة العالم، والأب منفعل ويخابر وكذا، يقولون أخذ الورقة اللي بها صورة العالم مزق كذا عصبي صار، ورا فترة تندم على هذا أخذ الورقة قال له إذا صلحتها، الطفل يقول للأبو إذا صلحت الورقة، قال له أنا أشتري لك من المكتبة باشر جديدة خارطة مع العالم، قال له لا هاي أصلحت دنيا لي، قال له صلحها شلون تصلحها ما تعرف أنت قراءتك بسيطة وكذا بالابتدائي، يقولون دقائق جاب الورقة كلها مصلحة هاي الشفاف الشريط اللاصق، قال له شلون صلحتها بابا هاي شلون عرف الدولة بصب دولة وبحر بصب، قال له القضية سهلة، قال له شلون، قال له ما صلحت العالم، ربطت الصورة أكو صورة امرأة أم تحمل طفل، صلحت الأم العالم كله انصلح، قال له هذه حكمة انصلحت هذا العنصر المهم فيه. لذلك هي كما بينا تأكيد من قبل الله سبحانه وتعالى، حتى الأمثال اللي بالقرآن الكريم تركز على جانب الأم، وضرب الله أو المرأة وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، بالمقابل المعسكر الحسن أو الطيب، قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ضرب بعنصر النساء المثال، وإذن هي لها دور مهم جدا في قوام وبناء المجتمع بصورة عامة. طيب ندخل في صلب الموضوع وخاصة في هذا الزمن الحديث، كيف يكون دور الأم بتأثيرها على الطفل منذ الصغر خاصة؟ يعني ممكن هو كبير تكون مراعاته قد تكون سهلة، ممكن تسوي له الغداء تسوي له العشاء تكوي له ملابس، هذا أمام الزوج طبعا، وترحب به وتسلم عليه وانتهى الموضوع، ولكن يعني التعلم منذ الصغر كان نقش على الحجر، ولكن سؤالنا منذ الطفولة شنو دورها الأساسي وكيف تبني هذا الإنسان؟ بل ذكرت مثال إذا الطعام تقدم له الطعام، يقولون الأم لها فالدور مهم، لا يستطيع أي مخلوق أن يؤدي هذا الدور، سبحان الله، يعني سبحان الله فعلا. قبل ما يعني يقولون الأمومة هي صفة وسمة وغريزة أو دعاها الله سبحانه وتعالى لهذا العنصر النبيل واللي إلى الدور النبيل والسامي، مثلا مو بس ويا الإنسان حتى بقية المخلوقات بقية الموجودات، يقولون عنصر الأمومة فشيء غريزي روع ألقاه الله في داخل هذه المخلوقات، العطف والحنان، بحيث حتى الوحوش والسنوريات وغيرها تشوف تجيب الطعام إلى صغارها تعتني بصغارها، لكن فرق بين الإنسان اللي هو يقولون الوحيد اللي يحتاج إلى رعاية خاصة، يعني فد مثال إذا يقولون أي مخلوق ينولد في الغابة إذا جأذر بري غزالة أي لازم يقف على قدميه ويتبع أمه، إلا الإنسان إذا ولد، إذا أجيب طفل الآن أخليه بهذا المكان استوى مولود ما يقدر، يحتاج إلى عناية خاصة ورعاية خاصة. فالأم بمراحل المختلفة تشوف لها القابليات والملكات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في روعها للعناية بهذا الإنسان بكل مراحله، قلة الطعام إذا كان متزوج أو غير الطفل أساني إذا أشوف أم عندها ولد استوى مولود عندها مثلا خلنا نفرض ابن بالمدرسة أو بالإعدادية، أكيد التعامل ويا هذا سامحوني على مثال يقول لك أجيب لك عام أجيب لك صح. بس الكبير ما تقول لك أجيب لك عام يضحك مو الشكل أجيب لك أكل، يقولون هالأسلوب بالتعامل ويا كل واحد تنطي الحق والطريقة والآلية، هذا فد شيء هاي هم مهارة خاصة هم أسلوب خاص، هو مو فد شيء اللي ربما يكون هو مكتسب، يعني بطبيعة الغريزة اللي موجودة عندها، يقولون الأم عندها خلق أكو قانون عالمي بالنسبة للمرأة، حتى بالمصارف يقولون على الكاشير ما يخلون الرجل يخلون المرأة، ليش؟ الرجل مرة مرتين مية يمل يكل حتى يغلط بالحساب، المرأة عندها قابلية تحمل وصبر
فتشيء داخلي، لذلك أوكل الله إلها الأمومة سبحانه وتعالى. لطيف، ذكرت شيء هواي حلو أستاذ علي، أنه مرات أكو ألفاظ ممكن أنه الأم تستخدمها ويا ابنها حتى تعتاد على بعض الأشياء اللي موجودة. أريد نشوف أنه غرس القيم، غرس المبادئ، ممكن ثقافة الأم تأثر بشكل كبير على الطفل. أريد نشوف طبيعة المبادئ والأخلاق والقيم اللي ممكن أنه تأثر الأم من خلالها على الطفل. كيف نوصف هذا هاي المفاهيم بشكل يعني عام؟ يعني ممكن مثلا عصبية الأولاد أيضا عصبيين مثلا، لذلك ألفاظها مو صحيحة أيضا تأثر. فثقافة يعني الأم إلها مدخلية كبيرة بمسألة التربية. سؤال مقدمة وأدخل للجواب. يعني هو إذا تجي إلى إحنا كمسلمين بصورة عامة بغض النظر عن المجتمعات كلها تعتني بجانب المرأة والأم، لكن إحنا تأكيد من الباري سبحانه وتعالى في مصادر التشريع عندنا اللي هي القرآن والسنة عن النبي والأثر الطاهرة، تركيز قبل الأم قبل ما تنجب الطفل، يقول تخيروا لنطفكم فإن الأرقد الساس مو الشكل. الاختيار هو يحدد نوع التربية اللي راح تكون. قبل قليل قلنا الأم مدرسة مو الشكل، إذا علتها لابد أنه يكون يختار، يقول حق الابن على الأب ثلاث: أن يحسن تسميته، أن يحسن تربيته، وأن يحسن اختيار أمه. لذلك أنه خايف التوصية هم لأبنائنا لشبابنا أنه لا ينجذب إلى أشياء معينة ويفقد هاي القيم والمبادئ والمثل السامية التي حث القرآن الكريم عليها والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يبين المرأة مثلا إياكم وخضراء الدمن على سبيل المثال، مو الحسناء في منبت السوء أو في مملكة السوء. هذه نقاط وجواهر. أختار يعني زوجة هي تقريبا نقول 70% هي جاهزة لما تحتاج الأم من أخلاق من تربية حتى يكون تأثيرها على الطفل مباشر. كيف يعطي من هو فاقد الشيء؟ لابد أن تكون مؤهلة وعدها هذه الملكات وعدها هذه القابليات وعدها مغروس في روحها، في خلدها، في جنانها، في قلبها هذه الرأفة، هذه الرحمة، وهذه الإنسانية. بعد تكون احنا نقول أول لبنة في بناء المجتمع الأسرة مو الشكل. وأكو فالتأكيد عجيب، مو بس احنا كمسلمين، حتى غيرنا من بعض اللي يسوون بحوث في باب مثلا حتى في باب السيطرة على المجتمعات، خلينا نحكي هالشكل. وانا اريد تقول هذا، يقول اذا تسيطر على المجتمع ثلاث عناصر مهمة: اول ما ضربه والعائلة. ها العائلة، وترى الأم هي صح. خليها بالذات العائلة، التركيز على الأم. لذلك هذا اللي نقول يكون عنده، يكون الأساس قوي حصين رصين بحيث البناء شيء يكون قوي وصحيح. طيب، عن هذا السؤال بصراحة للتسئلة، أنه إحنا هسه في هذا الزمن سوشيال ميديا والتربية الحديثة، وأنت لازم هيجي ولازم ترتاحين والجهال يأذون وهذا، وده نشوف نحكي واقع، كثير من المشاكل تصير، كثير من الأساليب مو صحيحة بالتربية بسبب هذا الغزو. شو ممكن هسه إحنا الأم اللي تريد تبني أو تربي أطفالها بشكل صحيح، شلون تلتزم بأسلوب صحيح للتربية؟ بالحقيقة إذا يعني الله يساعد، خلي أحكيها بلغتنا هالشكل، الله يساعد الأمهات والآباء في هذه المرحلة. من أصعب وأخطر وأشق المراحل على الإنسانية بصورة عامة هذه المرحلة. ليش؟ لأنه الأم سابقا يعني لحد سنين مو بعيدة كانت هي المصدر الوحيد، لربما إذا كان الرجال مثلا في باب العمل أو الجهاد أو ربما شهداء يكونون على سبيل المثال، تكون هي العنصر الموجود في الأسرة، هي المحرك أو هي المديرة لهذه المنظومة المتكاملة، فيكون لها الباع الأطول والدور الأول في تنشئة الأبناء. الآن دخلت هذه الوسائل، الأجهزة اللوحية والوسائل التواصل، مو إحنا نوبات نسكر الطفل للطبيدة موبايل أو كذا. صحيح عندنا مثلا بعض السيطرة على بعض الأشياء أو كذا. بالمناسبة يقول أحد الأساتذة، يقول أنا لفترة قبل 10 سنوات كان عندي بالموبايل التصفح الآمن أو غيرها، الآن ابني صار أذكى من عندي بهذا، هو يعجبني بدل ما أنا أخلي كذا. صحيح. فالقضية خطرة. صحيح. الأمهات والآباء الآن يعانون فد شيء كانت هي المصدر الوحيد للمعلومة، المصدر الوحيد لبناء الأسرة، لبناء الطفل من خلق، من مبادئ، من قيم، من مثل، من أعراف، من قلائد وشعائر وهدي وغيرها. الآن دخلت غير أشياء وأشياء غير ما أمينة. وهي وهذا التحدي بحد ذاته، يعني عفوا هذا التحدي بحد ذاته. اليوم عندما الطفل مثلا يروح المدرسة قد يتعلم أشياء يجيب مثلا، أو يطلع للخارج قد يروح ويا أصدقائه يجيب أشياء، فأكو تحدي داخل الأسرة. اليوم الأم عفوا داخلة في تحدي أنه وموازنة بين أنه ممكن أن تربي ابنها تربية صحيحة
بين ما انه تحاول انه تسلخ عن هذه أو تضغط الاشياء اللي ممكن يطلع عن الطريق. احسنت. فهنالك تحدي، احنا نريد نسال انه كيف ممكن في ظل هذا التحدي، في ظل هذه الضغوطات، في ظل هذه التداخلات اليوم اللي يعيشونها اطفالنا، كيف الام ممكن تسيطر على هالاجواء؟ لابد انه تكون الام تمتلك بعض الامكانات، بعض القابليات، بعض الثقافه في هذا المجال، في هذا الجانب. وايضا هسه من اقول جانب الثقافه، لربما مو الا الدراسه او الـ يعني دخول نعم صحيح وسائل ولا شهادات. نعم. شهادات لا جبالي فشي. يقولون في كربلاء هنا مره كبيره بالسن، يعني 70 80 سنه، اضطت في الدرس اكبر الامه، لا والله مو الامهات والاباء، اكبر الاساتذه الجامعين ما ينطون الدرس لولد شاب راكب على دراجه. يقولون في سوق من اسواق كربلاء ضربها برجل، هي مو طخ بيها بس هو يعني وخر ووقع من دراجته، عدل دراجته، راد يشغل ويروح. قالت له اوقف وليدي، وقف هو شاب يعني. قالت له وقعت حاجه من عندك، باوع على فلوسه، او قالت له حاجه ثمينه اللي وقعت، فشيء ثمين. باوع موبايله. قالت له يما ايش قاعد تسوي؟ قال لها غير ما وقع شيء. قالت له يما الاخلاق، انا قاعد هي هو ولا اعتذري مثلا هو خطي ابن عائله ومتربي، اجى اعتذار وقال لها العفو. قالت له عافيه عافيه ابني، هسه انت ابن هاي المدينه، انت اب محسوب على الحسين، انطيته قلت لك عشان يضيق المقام. فالدرس لربما بغض النظر عن يجوز ما تقرا وتكتب، يجوز مره بكلمه بكلمه. اذا الام تقدر انه من جانب لازم تثقف نفسها في هذا الباب، والثقافه الصحيحه والحصينه والرصينه اللي تاهلها انه تقود هذه الاسره وتنشئ هذا الجيل بحيث يكون صاحب ملكات وامكانيات ويقف على ارض صلبه كي يمشي في هذا المجتمع اللي بوسائل الاغواء مثل ما يقولون الخطوره من كل جانب. يعني انا اكيد استاذ علي، طبعا اكيد بلي. خصوصا احنا اليوم عندنا اروع مسيره يشاهدها العالم. اليوم عندنا مسيره الامام الحسين عليه السلام، ممكن انه اطفالنا من خلالها يكتسبون كثير من الاشياء اللي تنفعهم في حياتهم. ممكن في طريق سيد الشهداء عليه السلام ننعم بجيل حقيقه، جيل يكون واعي ان شاء الله، جيل مثقف. لكن مو فقط كلام، نحتاج الى انه الى عمل، نحتاج الى ان نرسي مبادئ الامام الحسين عليه السلام حتى نقدر انه ننهض بجيل ان شاء الله يكون بنات للمستقبل. جزيل الشكر استاذ علي لوجودك معنا اليوم، واحنا مره ثانيه سعداء. شكرا. الله اني اشكركم جزيل الشكر. شكرا جزيلا. الله يحييكم. الله. اذا مشاهدينا الاحباء، اكيد الام والطفل هم عنصران اساسيان في هذه الحياه. اذا ممكن انه صار بناء صحيح، ممكن ان ننعم بحياه مزدهره وسعيده ان شاء الله تعالى. مشاهدينا الاحباء، فاصل قصير ولا نعود مره اخرى. شكرا يا حسين، شكرا يا أبا عبد الله. أكيد الشكر الأول والأخير لله سبحانه وتعالى على هذه النعم. ما هي النعم؟ هم أهل البيت عليهم السلام، الرسول محمد صلى الله عليه وآله. خاف واحد يطلع لنا يقول أنتم ما تذكروا، لا إحنا أكثر ناس نعرفه، ولذلك إحنا مع علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده عليهم السلام، لأنه أوصى بهم. لذلك نقول شكرا يا حسين، لأنه خليتنا من خدامك، وإن شاء الله نكون من خدامك دائما، ومن أتباعك ومن أنصارك ومن شيعتك إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا يا حسين على هذه الزيارة المليونية، على هذه القلوب الصافية، على هذا المسير إن شاء الله الخالد باسم الحسين عليه السلام، تقربا لله سبحانه وتعالى. شكرا على الأمان، شكرا على الخدمات، شكرا على هذه القلوب الصافية بذكر الحسين عليه السلام. دائما نقول شكرا للحسين، لأنه لولا الحسين لما كان هناك دين محمد صلى الله عليه وآله. شكرا للحسين عليه السلام لأننا تربينا، وإن شاء الله تكون لدينا أخلاق حسينية،
من كرم وشجاعة وتضحية وإباء وفداء. إن شاء الله دائما نكون مع الحسين عليه السلام في كل شيء، لذلك دائما نقول له شكرا أبا عبد الله. شكرا لك، لأنه شكرت الله سبحانه وتعالى وشكرت الحسين، ودائما يعني يعني هذا كلامك كان هواي مؤثر صراحة. يعني أحمد عندما يجي الإمام الحسين عليه السلام، أنا ممكن أنه كنت في المواكب يعني بحكم العمل، فأشوف صور هواي، لكن هاي الصور أنه ما أقدر أعبر عنها في شيء صراحة، يعني حقيقة خاصة أول سنة لك، هاي خاصة أول سنة، فأنت من تشوف ناس تجي من مختلف المحافظات حتى فقط أنه ممكن يصلح عربة الطفل، صح، أو ممكن يقدم أقل خدمة ممكن يقدمها للآخرين، تباوع تقول أنه الحسين عليه السلام شنو سوى، صح، بحيث هاي الناس بهاي الطاقات بهاي التوجهات وبهاي الانفعالات، شنو اللي سواه؟ يعني شنو اللي سواه؟ فعلا هذا يستوقفنا يا أحمد، صح. فأنت عندما قدمت الشكر وكررت الشكر ولبيك يا حسين، فأخواي مؤثرة يعني شكرا لله سبحانه وتعالى، أولا شكرا لسيد الشهداء عليه السلام، شكرا للخدمة حقيقة، شكرا لكل اللي ساهموا في تقديم الخدمة لسيد الشهداء عليه السلام. دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في ركب الحسين عليه السلام إن شاء الله. أكيد زميلنا مصطفى يسمعنا وأكيد هو عاش كل هاي الأجواء، وأيضا نأخذ رأيه بهذا الموضوع، وأكيد كل التفاصيل كانت من خلال تغطية أخوتنا وأحبتنا بقسم الأخبار المبدعين خلال زيارة الأربعين. مصطفى، شلون شفت الأجواء وشلون شفت الخدمات والعشق الحسيني في هذه الزيارة؟ تحية طيبة لك أحمد ولرياض ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وأعظم الله لكم الأجر والعزاء بأربعين الإمام الحسين وأهل بيتي وأصحابي عليهم أفضل الصلاة والسلام. أحسنت. طبعا كنا مواكبين جميع كوادر مجموعة قنوات كربلاء الفضائية لنقل هذه الصورة الحسينية الإنسانية التي وصلت إلى أقصى بقاع العالم بعدسة الكاميرات ومن خلال المقدمين والمراسلين، هذه الصورة الإنسانية التي باتت للجميع كما يقولون أن الإمام الحسين عليه السلام لا يكون محصوراً لفئة أو طائفة معينة، ولكنه بات لجميع العالم، حتى بات جميع الثائرين حتى الملحدين يقتدون برسالة الإمام الحسين عليه السلام. أحسن. عندما قال غاندي تعلمت من الحسين أن أكون مظلوماً فأنتصر، هذه العبارة حقيقة عظيمة لمثل هكذا شخصية ثائرة. أحسن. وبالتالي أيضا جميع الثائرين الذين خلدهم التاريخ اقتدوا بهذه الرسالة الصحيحة إن شاء الله. أيضا يعني رسالة أيضا لجميع الزائرين، نعم، وجميع من وفد وتحمل عناء السفر وعناء المشي ودرجات الحرارة وكل الصعوبات، وحتى بالسنوات الماضية كان يتحمل التعذيب والقمع من قبل يعني الأنظمة السابقة، أن يتخذون هذا الرجل العظيم إن شاء الله نموذجا ويقتدون بسيرته ونهجه القويم إن شاء الله، وتكون هذه الزيارة هي مصلحة لذاتنا ولا تمر أحسن. مرور الكرام إن شاء الله أحسن. نستثمرها بسلوكياتنا بتعاملاتنا، نعم، الموظف في دائرته يعني العامل في أحسن. عمله العمل الخاص في يعني أعمالهم الخاصة في التعامل مع الأصدقاء، نعم، يعني رسالة مهمة أيضا بعثها المولى بالفضل العباس عليه السلام، يعني بالوقوف مع الإمام الحسين عليه السلام أن نراجع أنفسنا في تعاملاتنا مع أنفسنا مع أخواننا مع أصدقائنا مع عوائلنا. هذا الرجل العظيم الذي بعث هذه الرسالة وهم في أشد يعني في أحلك الظروف وفي أشد الظروف اللي كانوا يحتاجون فيها للمياه والغذاء وكل المقومات كانت عبر من الطف. فعلا كثيرة. كل الظروف كانت غير مهيئة لهم، لكنهم استثمروا هذه الظروف لهم وعكسوها بالإيجاب، وبالتالي من الواجب علينا أن نقتدي بهم في سلوكياتنا العملية وليس في الأقوال. أحسنت أحسنت أحسنت. على ذكر درجات الحرارة، أكيد إحنا عفوا مقبلين على زيارة الإمام عليه السلام، طبعاً ذكرى استشهاد زميل أحمد لو تسمح لي أعرف يعني أكثر من عندك على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. يعني لو تسمح لي أيضا نوه موضوع درجات الحرارة، طبعا نعم. شكر جزيل للعتبات المقدسة اتلافوا هذا الموضوع من خلال يعني وضع الشوادر والساري ومرشات المياه والتبريد، صحيح. حقيقة يعني أغلب الزائرين يعني أشادوا بهذا الموضوع وجهود كبيرة لشعبة التبريد، وحقيقة استنفروا كل كوادرهم وكانوا يعملون بشكل دوري ولحظي لموضوع الصيانة. أيضا زميلي أحمد تعرف يعني موضوع
يعني مو فقط تنصيب وعمل وكذا، تحتاج الى يعني صيانه بشكل دوري، تحتاج الى تصليح اعطال، يعني تحتاج الى عنايه بشكل مباشر، وبالتالي تحتاج الى كوادر مستنفره على طول اليوم، وبالتالي نقدم لهم الشكر وكل جهود الاقسام في العتبه الحسينيه المقدسه وكل اصحاب المواكب الذين بذلوا يعني كل الجهود لانجاح هذه الزياره. فيما يخص درجات الحراره نوهنا يوم امس ايضا ولامسناها اليوم، ان شاء الله يكون وقعه أكثر إن شاء الله يوم غد، انخفاض واضح في درجات الحرارة في كربلاء، ربما فقط 43 درجة مئوية بعد ما سجلت 48 إلى 49 في أيام الزيارة. إن شاء الله والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أكيد الجو لك يا مصطفى، ونتعرف على درجات الحرارة. شكرا رياض وأحمد، إن شاء الله تفاصيل أوفى وأدق عن النشرة الجوية سواء في العاصمة بغداد أو باقي المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، لكن بعد ما نروح لهذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم سادتي المشاهدين في صباح جديد مع نشرة الأنوال الجوية التي تأتيكم دائما ضمن برنامج صباح كربلاء. نبدأ كالعادة بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنوال الجوية ورصد الزلازل التابعة لوزارة النقل العراقية عن الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم 28 من آب، حيث سيكون الطقس حارا مع بعض الغيوم وأحيانا غائم. وأخيرا في المناطق الجنوبية ستتراوح ما بين 45 إلى 49 درجة مئوية. أيضا تنويه يوم أمس ذي قار وميسان هما المدن الأعلى حرارة على الإطلاق بين دول العالم بحسب المنظمات العالمية. أما درجات الحرارة التي رصدت في بغداد وباقي المحافظات فهي كالتالي. نبدأ من العاصمة بغداد، 31 درجة مئوية منذ ساعات الصباح الأولى بدأت، وسترتفع تدريجيا وتستقر عند 45 درجة مئوية ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى. الأجواء مشمسة طبعا في بغداد وكذلك في البصرة جنوبا، ودرجات الحرارة بدأت في البصرة 31 درجة مئوية وسترتفع لتبلغ ذروتها بإذن الله تعالى 49 بحسب المختصين. بالاتجاه المعاكس في أربيل شمالا كما تلاحظون الأجواء مقارنة بالمناطق الجنوبية تقريبا 8 إلى 9 درجات فارق في درجات الحرارة العظمى، 26 صغرى بدأت وستستقر عند 40 ثم تعاود الانخفاض. الأجواء طبعا ستكون مشمسة في أربيل. في محافظتنا المقدسة كربلاء 45 درجة مئوية فقط الصغرى، أو عفوا 31 درجة مئوية الصغرى والعظمى 45 درجة مئوية، والطقس سيكون مشمس في كربلاء المقدس. بالعودة إلى جنوبنا الحبيب في ذي قار تحديدا أيضا الأجواء مشمسة بدأت ب 34 درجة مئوية منذ ساعات الصباح الأولى وسترتفع لتبلغ أوجها 48 درجة بحسب المختصين. أما في السليمانية شمالا كما تلاحظون 25 درجة مئوية الصغرى وسترتفع لتبلغ ذروة العظمى 40 درجة مئوية، والأجواء طبعا مشمسة وصافية. أيضا في تشكيلات الفرات الأوسط 30 درجة مئوية في بابل بدأت الحرارة وسترتفع 15 درجة مئوية لتسجل 45 درجة، الطقس طبعا سيكون مشمس في بابل. أيضا بالعودة إلى جنوبنا الحبيب في ميسان 34 درجة مئوية شخصت لهذا اليوم كصغرى وعظمى سترتفع إلى 49، والطقس سيكون مشمس هنالك في ميسان. أيضا ننتقل إلى الشمال مرة أخرى في دهوك كما تلاحظون 27 درجة مئوية الصغرى وسترتفع العظمى لتسجل فقط 37 درجة مئوية، تقريبا أكثر الحرارة أكثر المدن انخفاض في درجة الحرارة دهوك، والأجواء ستكون مشمسة هنالك. إلى غرب العراق في الأنبار تحديدا 30 درجة مئوية فقط الصغرى لهذا اليوم وسترتفع بقرابة 13 درجة مئوية لتسجل 43، والأجواء ستكون مشمسة في الأنبار. أيضا سادتي المشاهدين بالعودة إلى محافظات الفرات الأوسط في النجف الأشرف التي بدأت ب 31 درجة مئوية كحرارة صغرى وسترتفع تدريجيا لتسجل يعني قرابة 48 درجة مئوية، الطقس سيكون مشمس طبعا في النجف.
في الديوانية كذلك مشمس 30 درجة مئوية بدأت الحرارة وسترتفع تدريجيا لتسجل 46 درجة بإذن الله تعالى. أيضا ننتقل إلى محافظة أخرى من محافظاتنا الحبيبة لنلاحظ ماذا سجلت في الموصل 28 درجة مئوية فقط الصغرى وسترتفع تدريجيا لتسجل 42 درجة كحرارة عظمى، الطقس طبعا سيكون مشمس في الموصل. أيضا ننتقل إلى ديالة 26 درجة مئوية في ديالة فقط وسترتفع تدريجيا لتسجل ذروتها 44 والأجواء ستكون صافية ومشمسة في ديالة. بالانتقال إلى محافظة صلاح الدين أو واسط، الأجواء في واسط مشمسة وبدأت 30 درجة مئوية الحرارة في واسط لهذا اليوم وسترتفع بالتدريج لتسجل ذروتها 46 درجة مئوية. ننتقل إلى صلاح الدين، الأجواء مشمسة أيضا في صلاح الدين 30 درجة مئوية فقط الصغرى والعظمى سترتفع لتسجل 43، الأجواء طبعا ستكون مشمسة وصافية. أما في محافظة كركوك، أجواء في كركوك أيضا مشمسة بدأت ب 30 درجة مئوية كحرارة صغرى وسترتفع لتسجل تقريبا 45، الأجواء ستكون مشمسة أيضا. مسك الختام مع محافظة المثنى، ماذا سجلت المثنى؟ سجلت 34 درجة مئوية كحرارة صغرى وسترتفع العظمى لتسجل تقريبا 48، الأجواء ستكون مشمسة في المثنى. نعم سادتي المشاهدين، هذا كل ما رصد وشخص من درجات حرارة صغرى وعظمى في مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى معلومات عن الطقس في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية. إن شاء الله ملتقانا مطلع الأسبوع المقبل. هذه عودة للزملاء أحمد ورياض لتكملة باقي الفقرات. إلى اللقاء. يا القاصي يا ضري حسين وقف يا الزاير لون قبره. شكرا جزيلا لزميلنا مصطفى، واكيد الاجواء بينت شويه كسر الجو نوعا ما، وهذا شفناه حقيقة في زيارة الأربعين. شفنا هاي الأجواء أبدا ما أثرت على الزوار في أعظم درجات الحرارة، ممكن درجات الحرارة عالية جدا، لكن الموالون والمحبون دائما يصرون على التوجه لقبة الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. طبعا مشاهدين الأحبة، بموضوع ذات صلة راح نروح إلى الموصل مع زميلنا يونس الآغا، وراح نشوف أو نتعرف على الشعائر الحسينية في الأربعين هناك. كثير من سكانه من أوضاع معيشية صعبة، فإنه يحتضن مجانا تلك الجموع التي قد يتجاوز أعدادها 25 مليون زائر وفق التوقعات، دون أن تشهد أي حادثة يمكن أن تعكر صفو هذه الزيارة المليونية. يونس الأغا، قناة كربلاء الفضائية. شكرا زميلنا يونس الأغا، وأكيد كل التفاصيل والأرقام والكلمات اللي ذكرها قليلة بحق الإمام الحسين عليه السلام وقدام الإمام الحسين عليه السلام. أكيد دائما العراقيين بكرمهم وعطائهم وأخلاقهم وتعاملهم مع الزوار شيء غير موجود في كل الدول، وأكيد شيء يتعجب من عنده كثير من الدول. وشاهدنا الكثير من الشخصيات الأجنبية والعربية من غير أديان من غير اتجاهات جت للعراق من خلال الإعلام، من خلال الكاميرات، من خلال الصحف، يريدون يشوفون شنو هذا الموجود ويجاوبوا وكتبوا أكثر، وإن شاء الله تستمر هذه المسيرة. ولذلك موضوع حلقتنا أو سؤال حلقتنا، سؤال التفاعل، هو ما هي الدروس والعبر التي نستخلصها من زيارة الأربعين؟ أكيد إحنا
يعني صراحة كثير من الدروس والعبر رياض. يمكن أذكر قبل 6 سنوات كان عندي برنامج خاص اسمه دروس الطف، وكيف نأخذ كل مشهد أو كل صفة أو كل تعامل، شلون نتعلم من دروس الطف. وأكيد سؤالنا هو دروس والعبر اللي نستخلصها من زيارة الأربعين. تحتاج يعني دراسات وبحوث وحلقات، بس بصراحة يعني ممكن بكلمات بسيطة نأخذها زيارة الأربعين، إنه نتعلم من عندها الإيثار. بجهدك بوقتك بتعبك تركت كل شيء وجيت للحسين عليه السلام. الموقف مهم، أكيد. إنه أنا ما أترك الحسين وما أترك الزيارة وما أترك زيارة الأربعين مهما كانت الظروف. ليش أسجل موقف عند الإمام الحسين عليه السلام، عند الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، عند الله سبحانه وتعالى وعند العالم؟ ترى شيء مهم هذا، التصرفات، المهرجانات، الندوات، الاحتفاليات بما يسموها هم. وأكو إحنا دول قريبة عندنا للأسف تدعي الإسلام ولكن احتفالياتها ومهرجاناتها وحفلاتها كلها غناء ورقص. إحنا بالنتيجة من راح نقدم هذا الشيء بأسلوب حضاري وعقدي وأكاديمي وتربوي وتعليمي، أكيد راح يصير أكو فضول بالموضوع عند الناس، راح يكون أكو فد صدمة عند الناس. شنو هاي 21 مليون وأكثر دي يجون؟ شنو الناس تطبخ بالأطنان ومئات وآلاف الأطنان؟ شنو هالمبالغ اللي تتصرف؟ من يجي يسأل أنت، هاي أول بذرة خليتها، أول نقطة إنه إجا وصل لهنا. من يجي يوصل عندنا ستيب الثاني، المرحلة الثانية، إنه بأخلاقنا، تعاملنا، بأسلوبنا لازم إحنا نوصل رسالة الحسين عليه السلام بأفضل طريقة. أكيد يا أحمد، يعني احنا هواي حكينا ممكن على هذا الموضوع، لكن هنالك اثر صامت واثر فعلي شاهدناه، وان شاء الله راح يستمر دائما وابدا.